احنا يعني نقدر نقول ان احنا في الكام سنة اللي فاتوا مفيش شك ان احنا قدرنا نحقق عدة انجازات مهمة قوي وملموسة وشعر بها المواطن المصري. اولا قدرنا ان احنا نوفر كل المنتجات اللي بيحتاجها المواطن سواء في انبوبة البوتاجاز او البنزين او السولار. قدرنا ان احنا نوصل بالانتاج بتاعنا المحلي من الغاز الطبيعي بعد ما كنا بنستورد في فترات سابقة بأكثر من 2.5 مليار دولار في السنة، وصلنا في 2018 للإنتاج المحلي بالاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، وبدأنا أيضا نستأنف التصدير. احنا في خلال فترة محدودة من الزمن اللي هي الخمس سنوات 2019 كانت القدرات التي تمت إضافتها للشبكة حوالي 28 ألف ميجا وات. النهاردة الحمد لله عندنا احتياطي آمن جدا. طبعا كنا متوقعين أن يكون في ازدياد طلب طاقة، لكن حضرتك عارفة جائحة كورونا أثرت بعض الأمر، لكن احنا فعلا عندنا طاقات النهاردة قادرة على أي مستثمر عاوز يجي ويعمل مشروعات ومحتاج أي طاقة معينة احنا نقدر نغطي له هذا الكلام بالكامل. الطاقة والغاز والبترول والكهرباء في مصر أصبحوا من يعني من أعمدة الاقتصاد المصري. احنا بنتكلم النهاردة على تصدير كهرباء، بنتكلم على تصدير غاز، بنتكلم على شبكة موحدة للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا وأفريقيا، بنتكلم على نفس الحكاية مركز مصر تبقى مركز إقليمي للطاقة بعد توقيع مصر اتفاقية في هذا الإطار مع اليونان وقبرص ودول شرق المتوسط.